أجواء ملهاش مثيل وكلمات بتقشعر ليها الأبدان، ده اللي هتحسه لما تروح مسجد الإمام زين العابدين. مكان هيحسسك إنك في عالم تاني، كله روحانيات وشعائر دينية وتواشيح هتريح قلبك. مسجد الإمام زين العابدين مسجد ليه تاريخ كبير، بيرجع للعصر الإسلامي، ليه حكايات كتيرة وتاريخ بيخليه مميز عن مساجد كتير هنا في مصر، وده اللي هتلاحظه أول ما تروحه. بيجيله زوار من آخر الدنيا، من اللي بيدوروا على السكينة والروحانيات، وده لأنه واحة للسلام والتأمل في قلب مدينة السيدة زينب. تعالوا نعرف مين هو علي زين العابدين. أبوه هو الحسين ابن علي رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة. اتولد الإمام علي ابن الحسين زين العابدين في المدينة المنورة سنة 38 من الهجرة، وكان من أفضل الصحابة على الإطلاق وأكثرهم علماً وفقهاً وشجاعة، وكان قليل اللي يعرفوا إن الضريح الموجود في مسجد علي زين العابدين بالقاهرة هو ضريح لنجلو زيد. اتعرض زيد ابن علي زين العابدين للقتل على ايد هشام ابن عبد الملك ابن مروان بعد ما قاد ثورة ضده، وما اكتفاش بقتله بس، انما امرهم يطوفوا برأسه في المدن وحرق جسده ورماه في نهر الفرات، وبعتوا الرأس لمصر بعد ما عدت على العراق والشام، وامر بنصب الرأس على جامع عمرو بن العاص، لكن المصريين ما يسكتوش، استنوا ايام قليلة وخطفوا رأس زيد ابن علي زين العابدين ودفنت الرأس بموقعها الحالي. أنا بيت سيدنا النبي مدد.